ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة هقول لكم قصة عن بابا يسوع جميلة جدا. بابا يسوع والتلاميذ كانوا مجتمعين. بابا يسوع قال لهم في مرة، انتوا تعرفوا ان بعد يومين هيكون الفصح وابن الانسان هيتصلب. وبعديها اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب لدار رئيس الكهنة اللي اسمه كيافا، وقعدوا بقى يقولوا هنمسك بابا يسوع ازاي ونقتله ازاي. بس قالوا مش هنسلبه في العيد عشان ما يكونش فيه شغب في الشعب. بعدها بابا يسوع وفي الوقت ده كان بابا يسوع في بيت عنيا، في بيت سمعان الأبرص. جات له واحدة امرأة معها ازازة عطر برفان، يعني تمنه غالي جدا جدا جدا، فحطته عليه على رأسه وهو متكئ. فأما التلاميذ بقى شافوه اتغاظوا جدا جدا وقالوا ليه كده؟ ما هو لو كانت المرأة دي باعت بالطيب ده ثمنه وادته للفقراء كان هيبقى احسن. بابا يسوع قال لهم ايه بقى؟ بابا يسوع قال لهم انتوا بتزعقوا المرأة ليه؟ بتزعقولها ليه وبابا يسوع قال لهم لماذا تزعجوا المرأة؟ قد علمت بي علما حسنا، يعني هي عملت حاجة حلوة، لأن الفقراء معاكم على طول وأنا مش معاكم على طول. فهي سكبت التيب ده على جسدي، فهي فعلا ده يكفيني جدا. أنا بصراحة أقول لكم إن المرأة دي أما الإنجيل يطلع ويتكرس بقى بالمسيح وكده، المرأة دي هتتكرم وفي العالم كله، وهيبقى القصة دي موجودة في الإنجيل وهيبقى ده تذكر له. وبعد في واحد من 12 تلميذ ذهب اسمه يهوذا، ماشي، يعني يهوذا الإسخريوطي، لرؤساء الكهنة وقال له اسلم لكم الرب يسوع، بس تدوني كام واسلمه لكم؟ قالوا له نسلمك 30 من الفضة. فقال لهم ماشي. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حكايتنا. يا رب.